بسم الله الرحمن الرحيم. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن لدي بعض الإشارات المرتبطة بالمنظار الذي ينبغي أن ننظر إليه أو من خلاله لمحاكمة المجلس الإسلامي العلمائي. النظرة الأولى، من الواضح جدا أن السلطة تستهدف منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الأهلية التي لا تخضع لهيمنتها. وإذا نظرنا إلى الخط الزمني منذ بداية هذه الثورة إلى يومنا هذا، سوف نلاحظ أن السلطة استهدفت جمعية المعلمين وجمعية الأطباء وجمعية المحامين وجمعية الممرضين وبقية الدوائر المدنية والأهلية التي لا تخضع لسلطتها ولا تخضع لإملائها السياسي. ومن هنا رأينا في مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن هذه المحاكمة تتطلب منا أن نتواصل مع المقرر الخاص لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة لنحيطها علما بهذه الجريمة وهذا الاستهداف للعمل الأهلي والعمل المدني الذي ينبغي على البحرين انطلاقا من التزاماتها الدولية إفساح المجال له دون تضييق أو إكراه. النظرة الثانية مرتبطة بدائرة الحريات الدينية. العقلية التي هدمت المساجد وفصلت الآلاف بناء على خلفيتهم الدينية والمذهبية، العقلية التي باركت وشرعنت وأيدت الإعلام في مساعيه لتشطير المجتمع وتمزيق اللحمة الوطنية وفتحت المجال للإعلام لإطلاق تلك النعوت الإزدرائية على أبناء هذا الشعب انطلاقا من منطلق طائفي بغيض، هذه العقلية هي نفسها اليوم التي تحاكم المجلس الإسلامي العلمائي. وإذا كان البروفيسور محمود شريف بسيوني قد ارتأى أن جريمة هدم المساجد كما عبر في التقرير تعطي انطباعا عن كون ذلك عقابا جماعيا لطائفة بعينها، فإن محاكمة المجلس العلمائي أيضا عقابا جماعيا لطائفة بعينها، لأن هذا المجلس بقى مع المطالب الشرعية لهذا الشعب، بقى رافضا للعنف والقمع والإرهاب، بقى مطالبا بالانتقال بالوطن إلى تلك الدائرة التي ينعم فيها الجميع بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الطموح السياسي بالكرامة والعدالة والمساواة. الرسالة الأخيرة والنظرة الأخيرة، يجب على السلطة أن تستوعب جيدا أن إلغاء أو حل المجالس والجمعيات التي تكون جوهر هذا المجتمع المتمدن المتحضر لن يرجع هذا الشعب قيد أنملة عن المطالبة بالانتقال إلى الديمقراطية. هذا الشعب سوف يواصل الطريق، وكل الدوائر التخصصية وكل الفئات المجتمعية بما فيهم العلماء سوف يواصلون ذلك الدور في دعم التمحور حول الوحدة الوطنية والعمل السلمي للانتقال بالبحرين من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. شكرا لكم.